تصنف المشاكل العالقة بين المركز والإقليم بأنها أزلية وعصية على الحل، وذلك نظراً للخلافات السياسية التي تطغى على المشاكل الإدارية والاقتصادية، ولتزمت كل طرف برأيه، ولتباين التفسيرات الدستورية لمواد مختلف عليها. وفود كثيرة من إقليم كردستان زارت بغداد على مدى الشهور الماضية للتوصل إلى حل يرضي كل الأطراف، ولكن حتى الآن يبدو الأمر معلقاً بينهما، إذ تسربت العديد من الشائعات حول شكل الاتفاق الذي يتفاوض عليه من قبل الطرفين، خاصة وإنه اتفاق سيكون نافذاً لهذه السنة فقط التي لم تقر ميزانيتها بعد، وليس للسنة المقبلة، على أمل التوصل حينئذ إلى اتفاق جديد يكون ملزماً للجميع. آخر ما استجد في هذا الأمر هي دعوة أطلقها رئيس الجمهورية برهم صالح إلى الشفافية والمصارحة، مع تأكيده على ضرورة تأمين رواتب الموظفين، حيث أكد دعمه الكامل ومتابعته المستمرة لمجريات المباحثات الثنائية للتوصل إلى تسوية قانونية عادلة لهذا الموضوع لطي صفحة هذه الخلافات، وأكد أن الكثير من العقبات قد تم تذليلها خلال الأيام الأخيرة عبر الحوار. برهم صالح يستند إلى علاقته الوطيدة مع مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء، والذي يريد هو الآخر تسجيل إنجاز فشل أسلافه بتسجيله لهم، والذي يريد هو الآخر تسجيل إنجاز فشل أسلافه بنيله، وهو الاتفاق النهائي مع الإقليم، مؤكدين على أن رواتب الموظفين في الإقليم هي خط أحمر لا يجوز المساس به، ولكن شريطة تسوية تضمن وصول الأموال الاتحادية والموارد المحلية في الإقليم إلى مستحقيها من المواطنين، وبالتأكيد على اعتماد مبدأ الشفافية التامة وتبني السياقات القانونية السليمة التي لا تترك مجالا للفساد أو التلاعب أبدا. برهم صالح ومصطفى الكاظمي عازمان على حل هذه المشكلة حلا نهائيا للتفرغ إلى مشاكل أخرى تؤرق العراقيين بصورة عامة وليس الكرد فقط، كالمنافذ الحدودية والتي تريد بغداد عائداتها المالية إلى خزينة الدولة لديها، وهو ما ترفضه أربيل حتى الآن، ويبدو أن الحل الوسط هو مناصفة تلك العائدات بين الطرفين. برهم صالح ومصطفى الكاظمي يشددان على تدارك المعاناة الخطيرة لمواطني الإقليم نتيجة الأزمة الحالية، ويدعوان إلى العودة لطاولة المباحثات بأسرع وقت وتقديم مصلحة المواطنين على المصالح السياسية.